بس الاول عايزك تقول الو يا كابتن. قول الو. الو مين معايا؟ الو كابتن تامر. ايه الصوت ما جبتوش؟ طيب عمرو معانا طبعا. كابتن كريم مأمون. كابتن كريم مأمون منتخب مصر التنس. الله ينور عليك. ازيك يا كريم؟ ازيك يا كابتن كريم؟ ازيك يا كابتن؟ منورنا طبعا وعلى شاشه قناه النادي الاهلي وطبعا كابتن تامر. كابتن تامر منورنا طبعا في الاستوديو. تحب تقول لكابتن تامر ايه على الهوا؟ اقول له وحشتنا واخيرا رجعت مصر شويه نشوفك شويه. لا رجع مؤقت خلي بالك يعني بس. رجع شويه نلحق نشوف. طيب قول لي يا كريم يعني انت اكتر حاجه اتعلمتها من كابتن تامر ايه؟ يمكن انتوا في مجال واحد واكيد هو مثل وقدوه زي ما وعدنا كل الناس ان المثل والقدوه هيكون معانا. اتعلمت منه ايه؟ طبعا اتعلمت منه حاجات كتير على مر السنين، بس من اكتر الحاجات اللي اتعلمتها منه الكوميتمنت والهارد ورك، وان يعني تبقى حاطط جول لنفسك وتفضل تتمرن تتمرن وتحاول توصل للجول مهما حصل ومهما انت قابلت لك صعوبات ومخبطات في الطريق. الكفاح بتاعك اللي انت تفضل مكمل لغايه ما توصل للجول بتاعك. كريم يمكن احنا كنا بنتكلم نفسنا نشوف بطل يعني على منصات التتويج في بطولات التنس العالميه او حتى يقرب من التوب 50 او التوب 100. شايف ده مستحيل يا كابتن ولا شايفه ازاي؟ والله لا طبعا ما فيش اي حاجه مستحيله، بس هي المشكله هي محتاجه حاجات كتير قوي. يعني هي زي سيركل كبيره فيها مليون حاجه لازم تتعمل عشان الواحد يقدر او ما يقدرش. يعني هي في الاخر انت هتحاول تعمل حاجات كتير. كان لازم يبقى معاك مدرب فيتنس، لازم يبقى في نوادي فيها الاكويبمنت الصح عشان الريكفري وعشان التدخين وعشان انت تتابع الماتشات بتاعه اللعيبه اللي هتلاعبها في البطوله الجايه. هي منظومه كبيره قوي، دايره كبيره قوي، وفي الاخر هي التوفيق من عند ربنا اللي انت ممكن توفق وممكن بعد كل ده ما توفقش. كريم يمكن بعض اللاعبين بيلجأوا للسكولرشيب او المنح الدراسيه في الولايات المتحده او بريطانيا او الدول العظمى في التنس، يعني يمكن ده احنا مش شايفينه قوي في التنس الارضي. فيه لعيبه بره، بس لو بتهيألي لو القاعده دي زادت هنستعوض عن ده ان احنا لعيبتنا بتتعد بره، ولا ايه رايك؟ بالظبط. طبعا هي في طبعا في لعيبه كتير قوي بيلجأوا لخبرات كابتن تامر اللي هم يروحوا جامعات في امريكا عشان دي بتوفر لهم الفاسيلتيز اللي موجوده هناك، فدي تخليهم يقدروا يتمرنوا على اعلى مستوى في فاسيلتيز وجيمات وحمامات سباحه، يقدروا يعملوا الريهاب والريكفري بتاعهم على اعلى مستوى. فده اللي بيساعدهم اللي هم يبنوا مستقبلهم الاربع سنين بتوع الدراسه، وبعد كده يقدروا بقى يكملوا في الاحتراف. طب كابتن تامر توجه لكريم ايه على الهواء؟ تقول له تنصحه بايه طبعا بحكم خبرتك العريضه؟ اولا كريم من اللعيبه اللي انا مرنتها في فتره من الفترات، واحب اقول ان كريم كان معانا النهارده في الدوره وحصلوا على ليفل بي معانا في الجي بي تي سي اي، وعلشان يوسع من معلوماته عشان يشارك معانا في الحدث دوت. اما نصيحتي انا لكريم، انا هقول لك حاجه، كريم مستقبله لسه قدامه، وانا بقول له ان هو لازم يكمل في اللعبه دي ويحاول يوصل لحلمه، واحنا كلنا وراه، اذا كان انا او كل اللي من جيلي، او هو اذا احتاج اي مساعده مني او من اي حد تاني احنا تحت امره في اي حاجه. وهو ان شاء الله باذن الله ربنا هيوفقه ويوصل، لان انا شايف ان هو عنده المقدره انه يعمل اكتر ويمشي في كاريره اكتر. بس طبعا زي ما هو قال في ظروف معينه خارجه عن ارادته وخارجه عن ارادتنا كلنا. هنتمنى ان الظروف دي تتحسن في الفتره اللي جايه، وان هو يقدر يوصل لاعلى مستوى يقدر يوصل له، وانا متاكد وعندي ثقه تامه فيه وفي ربنا ان شاء الله ده هيحصل. كريم يعني بيتهيألي دي رساله ونصيحه على الهوا طبعا، واكيد ليك ولكل جيلك بيتهيألي يعني. طبعا رساله جميله قوي، ويعني وافتخر بيها يعني، والف شكر يا كريم. احنا بنشكرك شكرا جزيلا كابتن كريم. ربنا معاك. طبعا نجم منتخب او نجم تنس الارضي، بشكرك على وجودك معانا في قناه النادي الاهلي. يمكن اجيال كتير بتحاول تتعلم منك يا كابتن. الله يخليك. وده حاجه طبيعيه وحاجه تشرف الحقيقه. خلينا نرجع تاني